ابرز المشاكل اللي يعانيها النحل حاليا على مستوى الواحه ارتفاع درجات الحراره اللي تصل ممكن الى 50 في فصل الصيف بالذات شهر 6 وشهر 7 انجليزي. لذلك ننصحهم بتركيب مرشات فوق الخلايا وتشغيلها فترات الظهيره على فترات متقاطعه، الساعه 1 الظهر، الساعه 2، الساعه 3 لمده دقيقتين، تلطيف الجو وتخفيف درجات الحراره على اساس انه نخفف من نسبه الموت اللي النحل بالذات النحل المستورد. النحل المستورد ما يتحمل درجات الحراره العاليه، البلدي متحمل لدرجات الحراره العاليه. ايضا في فصل الشتاء البروده العاليه تضر بالنحل، لذلك نعمل الى حث النحالين الى تدفئه الخلايا بالخيش وعدم فتح الخلايا الا فترات الظهيره وعلى فترات جدا متباعده. عندنا موسم طائر الوروار، هذا من ابرز المهددين حق النحل، تشوفه معلق على اسلاك الكهرباء وينتظر اثناء خروج الملكه اما لعمليات التلقيح او مع السروح حقها، فيتم التقاط الملكه ويتم التقاط الاناث واكلها، وهذا ما يهدد النحل. بعض الاحيان يكون قريب المنحل فالملكه والاناث كلها داخل الخليه في حاله اضطراب في حاله خوف، هذا يهددهم بعدم الخروج وعدم كسب حبوب اللقاح والرحيق. فلذلك ننصح اثناء عمليات الفرز ان النحال ما يفرز جميع الاطارات العشره اللي موجوده داخل الخليه، يخلي احتياط 1-2 لهذا الموسم. ايضا عندنا مرض الفاروه، مرض دوده الشم، هذه من الامراض لقله الفحص والتشيك من النحال داخل الخليه يؤدي الى انتاج هذه الامراض والى تدهور الخليه، اما لاحتمال بعضها انها تمشي او ان موت الخليه كامل وتدهور وخساره. فلذلك فصل الصيف مره واحده النحال يشيك الخليه كامله، ينظف ارضيه الخليه. في الشتاء كل اسبوعين ثلاثه فحص مره واحده وتنظيف ارضيه الخلايا. لما تنظف ارضيه الخلايا هذا تقول حق النحل ان مكانكم نظيف، وهذا ان شاء الله ما في لا امراض لا فاروه ولا دوده شام ولا ان شاء الله اشياء ثانيه.